سفينة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بحر لا يهدأ أبداً، أمواجه متلاطمة أغرقت حملته للرئاسية المقبلة في اللياقين. سفينة ترامب أمام جبل جليدي قد ينهي مسيرته السياسية هذه المرة، مثلما قد يعيد إليها الزخم من جديد. فالخطر الرئيسي الذي يواجهه يتمثل في ابتعاد القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين عنه، فئة يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها لمن سيمثل الحزب الجمهوري. توجيه الاتهام هذا يمكن أن يمهد الطريق أمام سلسلة متاعب قضائية أخرى، فالرجل مستهدف أيضاً بتحقيق حول إدارة محفوظات البيت الأبيض، وينتظر قراراً وشيكاً بخصوص ممارسة ضغوط انتخابية في ولاية جورجيا. غير أن توجيه التهمة يمكن أن يفيد المرشح الرئاسي الذي لم تستعد حملته حتى الآن الزخم المطلوب، فترامب بارع في تحويل الهجمات التي يتعرض لها إلى مرتدات يسجل منها أهدافاً لا يتم توقعها. معظم استطلاعات الرأي ما زالت تظهر أن الرئيس السابق سيفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق كبير، وربما هذا ما يفسر امتناع غالبية المرشحين المنافسين للملياردير المثير للجدل في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عن انتقاده بسبب متاعبه القضائية، حرصاً على عدم إثارة غضب القاعدة الانتخابية التي قد تكون مفيدة في مساعي الوصول إلى البيت الأبيض. بلال البجديني، العربية.